ممكن توجه رسالة للمصريين؟ أول شيء إحنا حقيقة افتقدنا الجمهور المصري في بطولة كأس العالم. استمتعنا بأجواء الجماهير المصرية في بطولة كأس العرب الأخيرة، وكنا نتمنى حقيقة تأهل المنتخب المصري إلى بطولة كأس العالم. كانت فرصة لجيل آخر أن يثبت مرة أخرى أنه قادر على الوصول لكأس العالم للمرة الثانية على التوالي. اللي زادنا قهر هي مباراة بلجيكا، بعد ما شفنا فوز المنتخب المصري على منتخب بلجيكا. حقيقة كان عندنا يقين كبير جدا أن المنتخب المصري قادر على أن يصل إلى نهائيات بطولة كأس العالم، لكن إن شاء الله معوضين في البطولة القادمة ونشوف المنتخب المصري في نهاية كأس العالم وفي أدوار متقدمة من بطولة كأس العالم. هل منتخب مصر هيكون شكله أحسن مع فيتوريا؟ والله يشوف، يعني المشكلة دائما وابدا ما تكون بسبب المدرب. دائما احنا شفنا ان المنتخب المصري يمتلك عناصر قادر اي مدرب ان يقلمها بالطريقة المناسبة جدا على اساس انه يصنع منها مجموعة متجانسة للوصول والتأهل. ما ننكر مساوئ المدرب اللي كانت في الفترة الماضية، لكن ان شاء الله نتمنى ان الشكل يتحسن، وشفنا نوع من التحسن حقيقة خلال مباراة المنتخب المصري مع بلجيكا الودية قبل بطولة كاس. شايف ان كيروش كان هو السبب في عدم تأهله؟ والله شوف، يعني كارلوس كيروش ايضا من الاسماء اللي انا شفتها شخصيا ما كانت تتناسب مع طريقة لعب المنتخب المصري، المبالغة بالطريقة الدفاعية. هذه امور لم نعهدها على مصر من سنوات وسنوات وسنوات. دائما مصر قادر على تقديم كرة قدم جميلة وقادر على تقديم كرة قدم هجومية. كيروش معروف باسلوبه الدفاعي، وهذا من الأشياء اللي حدت من المنتخب المصري حقيقة أن نشوفه بشكل أفضل، خصوصا في مباراتين السنغال اللي كانت اللي هي نهائي أمم أفريقيا، واللي كانت أيضا هي على مستوى التصفيات النهائية كأس العالم. هل افتقد كأس العالم محمد صلاح؟ بكل تأكيد واحد من أفضل اللاعبين في العالم، عدم تواجده يعتبر يعني خسارة للبطولة. افتقدنا ساديو ماني بعد إصابته، افتقدنا لكريم بنزيما بعد إصابته. تواجد النجوم أمر مهم جدا في بطولات كأس العالم، لكن الحدث الكبير والعالمي مثل هذا يحتاج لتواجد النجوم الكبار. غياب محمد صلاح باعتباره واحد من أفضل لاعبين في العالم بكل تأكيد له مكانته وحضوره في بطولة كأس العالم. أخيرا، من يتوج بكأس العالم؟ التوقعات صعبة جدا، معظم التوقعات حاليا تشير ربما المنتخب الأرجنتيني والبرازيلي كأبرز الأسماء حظوظا من أجل التتويج بلقب بطولة كأس العالم، لكن دائما البطولات المجمعة هي اللي يولد فيها البطل أثناء البطولة. تتمنى مين يكون البطل؟ كل اللي نتمنى احنا نشوف حضور عربي جيد حقيقة خلال الفترة القادمة من منافسات البطولة. أنا شخصيا ذكرت وتكلمت في أكثر من مواجهة، أتمنى بعد كل هذا المشوار الجميل لكريستيانو رونالدو وليونيل ميسي أنهم يلعبون المباراة النهائية، وقتها اللي يفوز فيهم يستاهل اللقب.